حياة ملايين السودانيين على المحك، فمع اقتراب الأوضاع المتأزمة في السودان من اتمام عام كامل، توالت التحذيرات الدولية والأممية من شبح المجاعة هناك. أحدثها هذه المرة جاء في بيان لبرنامج الأغذية العالمي الذي دق ناقوس الخطر أن سلة غذاء العرب قديماً على شفا أكبر أزمة جوع في العالم. المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية سيندي ماكين أشارت إلى أن أقل من خمسة بالمئة من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة غذاء كاملة قائلة إنه قبل عشرين عاماً شهد إقليم دارفور أكبر أزمة جوع آنذاك وحد العالم جهوده لمواجهتها إلا أن السودانيين منسيون اليوم المسؤولون في برنامج الاغذيه العالمي اكدوا انهم بحاجه للوصول الى السودان بشكل عاجل ودون عوائق لمعالجه انعدام الامن الغذائي المتصاعد والذي سيكون له اثار كبيره طويله الامد على المنطقه ياتي ذلك وسط مطالبات بوقف اعمال القتال لمنع وقوع كارثه انسانيه لا يحمد عقباها ووفقا لنفس التقارير فإن أكثر من 25 مليون سوداني أي نحو 65% من السكان باتوا بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية في السودان وصلت إلى حالة الانهيار التام، في ظل خروج أكثر من 60% من المستشفيات عن الخدمة. ارقام صادمه واوضاع انسانيه ماساويه يواجهها ملايين السودانيين ورغم التحذيرات المتعاقبه من المنظمات الامميه والدوليه الا ان الوضع يظل كما هو دون بارقه امل تلوح في الافق بامكانيه حدوث انفراجه